امبارح الأحزاب طلعت بيانات رحبت فيه بتشكيل مجلس الأمناء اللي أعلنته إدارة الحوار الوطني، وقالوا إن اختيارات أعضاء المجلس موفقة لأن فيها تنوع كبير وتمثل كمان كل التوجهات السياسية الوطنية، وده بالتأكيد هيكون ضمانة أساسية لنجاح الحوار. معانا للتعليق عبر الهاتف خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي. صباح الخير عليك يا فندم. صباح النور على حضرتك وعلى السادة المشاهدين وعلى كل طاقم العمل. يا أهلا بسيادتك، إزاي شفتوا تشكيل أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني ال 19 اسم والاتجاهات السياسية والفكرية المختلفة؟ من استقراء 19 عضو من أعضاء أمانة الحوار الوطني نلحظ أن هم متنوعي الثقافة والتخصصات، فمنهم السياسيون ومنهم الأكاديميون ومنهم رجال الأعمال ومنهم المتخصصين في مهن معينة. طبعا ده يشي بأن هناك حسن اختيار، والمقدمات المتشابهة طبعا زي ما تعلمنا تؤدي إلى نتائج متشابهة، وده يعني أن الحوار بالفعل سوف يكون مثمرا في بناء قواعد الجمهورية الجديدة. طبعا لما عرفنا وطلعنا على الاسماء، والاسماء طبعا معروفه، ومجرد ما بيعلن عن الاسم بنشوف تاريخه وعلاقاته وفكره، فده مش مجرد يعني حوار وينتهي، لا ده حوار سيمتد لانه سوف يتم وضع توصيات تلتزم بها الدوله لأجيال عديدة وجيل 33 سنة، ولما نقول أجيال يعني قرن من الزمان، فهذا الحوار حوار تاريخي لم يسبق له مثيل. إن كل الحوارات اللي فاتت كانت مجرد حوارات مش ملهاش محددات وملهاش محاور، كانت مجرد حوارات عامة مجردة ملهاش أسس. إنما الحوار اللي أعلن عنه السيد رئيس الجمهورية رئيس عبد الفتاح السيسي عهد به إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب اللي هي أساس التطوير في البلاد. لما هو عهد للأكاديمية الوطنية للتدريب بهذا الأمر يعني حط النقاط فوق الحروف، يعني بيقول يا شعب مصر أنا مش بقول كلام مرسل، أنا مش مجرد بجتمع مع ناس وكل ونشرب شاي وقهوة وكل واحد يمشي، لا ده وضع أسس حقيقية تجعل جميع الأحزاب تنظر إلى هذا الحوار وإلى سيادته بكل الاحترام. طيب هي الأستاذ خالد، يعني خليني آخد من حديث حضرتك، حضرتك تحدثت إنه المختلف في الحوار الوطني انه ليه اطر وليه اسس، واي حوار ناجح بيعتمد على اولويات. خلينا نعرف من حضرتك يا فندم، يعني هذه الاطر واولويات الحوار الوطني. طبعا هو الحوار الوطني له محاور، المحاور المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي والمحور الامن القومي. هذه المحاور محددة، الأكاديمية الوطنية للتدريب قامت بإعلامنا بهذه المحاور وتلقت مننا آرائنا وكل رؤى الأحزاب، وطلبت مننا وضع مخرجات تشكل آراء الأحزاب. المخرجات دي طبعا هي اللي هيدور عليها الحوار، وتم تجميعها وتم دراستها وتم تصنيفها بشكل يعني علمي، مش بشكل ارتجالي او بشكل فيه عشوائية. ولاحظنا ذلك عندما زرنا الأكاديمية الوطنية للتدريب، فتكشف لنا أن كل ما كتبناه وكل ما ذكرناه في الأطروحات والرؤى بتاعتنا كأحزاب سياسية بالفعل تم دراستها. عظيم.
وتم تصنيفها. وهو ده يا فندم الغرض من هذا الحوار الوطني. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي.